السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في برنامجكم أحلامنا، أحلامنا الجميلة. وما أجمل الأحلام عندما تكون جميلة، إذا كان يوجد في المنام رمز من الرموز الجميلة، رمز من الرموز التي يألفها كثير من الناس ويحبها كثير من الناس. في بعض الرموز محبوبة في الحقيقة ومحبوبة في المنام، وبعض الرموز وبعض الأشياء يتشائم منها الإنسان في الحقيقة وينزعج منها كثير جدا في المنام. رؤية النهاردة بكذا باختصار كده، رؤية الغزال في المنام. الغزال في المنام من أجمل الرؤى ومن أعظم الرؤى. رؤية الغزال سواء كانت في الحقيقة أو إذا كانت في المنام دائما فيها الخير ودائما فيها البشرى. الغزال له ألوان جميلة مشكلة، له ألوان مختلفة، لها طابع خاص. ولذلك اللي يشوف الغزال في المنام نوع من أنواع البشرى الطيبة الجميلة. الآنسة لو رأت الغزال في المنام سيمن الله عليها بحياة سعيدة، حياة طيبة جميلة. الغزال في المنام إذا رآها رجل أو شاب سيمن الله عليه بالزواج من امرأة ذات طابع خاص، ذات طابع فيه الهدوء، فيه السكينة، فيه الوقار، لا تتكلم إلا بكلام طيب، بكلام جميل، بكلام محسول، يحبه ويألفه ويعشقه الرجال في النساء. رؤية الغزال، فرؤية الغزال في المنام دائما فيه الخير. الغزال حتى في الحقيقة يشتهر إن اللحم بتاعه باهظ الثمن، غالي الثمن. معانا مين؟ اتفضلي يا هاجر. أول اتصال معانا الأخت هاجر، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاجر. حضرتك أنا حلمت رؤية امبارح. نعم. عايز أقول لحضرتك في رؤية كمان، بس بالله عليك اسمحوا من الاثنين مني يعني. اتفضلي تأمري أمر يا هاجر. حلمت إن شاء الله امبارح كده لقيتني شعر واقع. لا. طفلة كبيرة جدا. كان شعرك موقع يا هاجر؟ أه واقع ومسكت تمام. إيدي. تمام. فبقول له والدتي إيه، شوفي يا أمي زي ما أنا قلت لك. لقيت نفسي قاعده كده في مكان ونساء وكده، واخوات زوجي قاعدين بيقولوا شوفوا هي قاعده ازاي وبتضحك وفرحانه ان جوزها توفى، وانا كنت متزوقه يعني وكنت لابسه كده. دي بس دي الحلم دي بس كده. طب وانت اصلا في الحقيقه زوجك توفى؟ لا. ما هم بيقولوا عليك انت انك انت فرحانه وزوجك توفى، مش كده؟ اه، وناس كتير وكانوا بيقولوا ان هو توفى يعني. تمام. ازاي؟ اولا بقى؟ لا دقيقه يا هاجر، هاخد منكم رؤيتين بس عشان ما انتوهش. اولا موضوع وقوع الشعر، انت مصابه بنوع من انواع الحسد، او في حد عمل لك مشاكل او خلافات او اذى في حياتك، فقول الحمد لله على كل حال. موضوع ان في حد بيقول انك انت فرحانه، انت فرحانه على وزوجك توفاه الله، ده يدل ان ربنا حمل عليك بمناسبه سعيده هتفرحك وتسعدك انت وزوجك. اللهم امين. والله اعلم. قول رؤية تانية يا هاجر. الرؤية التانية بقى، حلمت الابن الصغير دوت هو عنده 10 شهور. سامعني حضرتك؟ سامعك يا هاجر، اتفضلي. اه، هو عنده 10 شهور، فاكني كنت قاعده في مكان انا ووالده وهو بعيد، اكني كان بيلعب. فعمال ادور عليه واقول له، عمال ادور عليه اقول له هو فين، فلقيته جاي له وبيصرخ قوي. فقلت الحمد لله وما فيهوش حاجه، وراح ساكت. بفتح له بغير له الحفاض بتاعه، بصيت لقيت العوره بتاعته مقطوعه. فقعدت اصوت واقول لي ليه ايه، وكنت عماله اصوت في الحلم كده وحزينه جدا. فبقول له والده، راح قايل لي عادي ما فيش حاجه، عادي عادي. ده ابنك سيكون قوي، سيمن الله عليه بالقوه وسيمن الله عليه بالصحه، وإن ابنك ربنا حكرمه بأمر من الأمور يحبه ويعشقه النساء في الرجال،
في مميزات معينة ربنا حيعطيها لابنك، وهذه المميزات مميزات خاصة لا يجوز ذكرها ولا سردها على الهواء، بس المميزات دي فيها الخير العظيم جدا إلى ابنك، والله أعلم. معنا أم معاذ، تفضلي يا أم معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله يا أم معاذ تمام. بقول لك يا شيخ، أنا عندي رؤيتين معلش. تفضلي يا أم معاذ. أول رؤية يا شيخ، أنا كنت في رمضان، وفي رمضان حلمتها يعني حوالي يوم 25 أو 26 رمضان. تمام. رحت كنت مصلي يا شيخ، ونمت على طول وقارئ قرآن وكده، فكنت داعية دعوة من ربنا معينة يعني. تمام. فرحت نمت حلمت إن أنا زي في مكان في عيادة الدكتور، ومعايا ثلاثة من عيال خالاتي بنات، إيمان وشيماء وآية. وفي راجل زي عجوز كده يعني قال بيقول لنا حاجة، وبعد ما حكى لنا الحاجة دي حكاها لنا قال له قومي أدعي. رحت قمت دعيت، وقفت على كنبة من الكنب اللي احنا كنا قاعدين عليه، وفي طاقة زي طاقة أو شباك. الشباك ده أنا رحت قمت وقال لي قومي ادعي فيه، يعني الشباك ده مني أنا للسماء، يعني طلعت راسي كده ومني أنا للسماء. رحت دعيت دعوة، لا قلت الأول يا رب بصوت عالي مرة واحدة. أول ما قلت يا شيخ يا رب اتفتحت لي السماء دي كأنها باب بظرفتين واتفتح كده. أول ما قلت يا رب، وبعد كده قعدت أقول يا رب افتح لي أبواب سماواتك وأجرني من عظيم بلائك. أول ما قلت الدعاء ده يا شيخ راحت كتبت لي كلمة الله بالغيم كده، السماء زرقاء خالص والله بالغيم، يعني السماء صافية وزرقاء والله بالغيم. دي أول رؤية يا شيخ. خليكي معايا يا أم معاذ، كلمة إيمان سيمن الله عليك بالإيمان، كلمة شيماء سيمن الله عليك بشيء ثمين وطيب، كلمة آية ربنا حيجعل لك آية أو علامة أو برهان أو من أو فضل أو عطاء أو كرم أو شيء من رب العالمين لك. موضوع الرجل العجوز دي رسالة من ربنا أنك أنت تدعو الله كثير، والله جل وعلا سيحقق لك المراد وسيحقق لك بعض الأمان والأحلام لك في الأيام القادمة. موضوع الدعاء وفتح أبواب السماء، ربنا حيفتح لك أبواب الخير وطرق الخير، والرؤية تبين أن ربنا يرضى عنك رضاء طيبا جميلا عظيما. كلمة الله أكبر أو كلمة الله في السماء نوع من أنواع البركة. قول رؤية تانية يا أم معاذ. رؤية تانية يا شيخ، أنا بص على طول بأحلم بآيات قرآن كثيرة، يعني آيات قرآن على طول تجيني في الأحلام، وكنت كل ما أحلمها يعني أبحث عليها في القرآن يعني، وأقرأ السورة اللي هي متعلقة بالآية اللي هي في السورة، يعني مثلا من فترة قريبة. لا يا أم معاذ، أنا حفسر لك إنك أنت ما تشوف الآيات بوجه عام، عشان أنت لو قلت آية حضطر إنك أنت تقولي 7-8 رؤى، كل رؤية بآية. لا هم آيتين بس اللي أنا فاكراهم، ما فاكراش الآيات الباقية. طب اتفضلي. يعني بس أول حلم حلمته بالآية يعني يا مو قالت نشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا لغاية آخر الآية. تمام. يوم بحثت عليها لقيتها في سورة القصص. تمام. ودلوقتي آخر لا كده يا أم معاذ، أنت قلت رؤيتين، قلت لك حاضر، أنت هخش في الثالثة، ما ليه ما أقول لك إنك أنت ما تقوليش الآيات. شكرا يا أم معاذ. مين معانا؟ اتفضلي يا سمر. هناخد سمر بعد كده، انا هاخد الايه بتاعت ام معاذ. اتفضلي يا سمر. سمر تواصلي معانا يا استاذه سمر. الايه اللي هي بتاعت ام معاذ دي دليل رساله من رب انك انت انسانه يحبك الكثير ويألفك الكثير، وهذه رساله يا ام معاذ انك انت لابد انك انت تصل الرحم، ما تفرطيش في الرحم لا في الاخ او العم او الخال او ما شابه ذلك. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك يا أم معاذ، والله أعلم. رؤية الغزال في المنام، معنا أم مين؟ اتفضلي يا أم ندى، بعد كده نتكلم على رؤية الغزال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم ندى. بص يا عم الشيخ، أنا أقول لحضرتك الحلم دوت أنا حلمته من سنة. تمام. أنا حلمت بالشيخ الشعراوي. نعم. الشيخ الشعراوي، حلمت إن إحنا في مكان كبير زي جامع كبير. والجامع دوت عبارة عن صفين، في
يعني صف من فوق وصف من تحت، ثلاثة قدام وثلاثة من ورا، وأنا في صف لوحدي في النص. تمام، نعم. فحلمت إن يا عم الشيخ ده بصراحة عمال يصلي بينا وكده، بقى قاعد يصلي جامد قوي، فعمال أبص في شعره، فبقول يعني إيه إن هو يعني هيقعد قدامي وكده هو، وفرحانه وانا شايفاه من بعيد وكده هو، فلقيته ساب الثلاث صفوف اللي قدامي وجه قاعد جنبي كده هو او قدام مني وعمال يكلمني، وزي ما يكون وشه بيمسك في ميه زي عرق جامد كده، وماسك حته المنديل اللي هو كان بيمسكه في البرامج بتاعته وعمال يمسح في وشه ويطبطب عليا ويكلمني، يقول لي يعني زي ما يكون بيحكي لي ان هو كمان تعب واتبهدل في دنيته. تمام. وبس ده لا انا هاخد منك رؤيه انت بس عشان الخط عندك مقطع، انا ما سامعش حاجه يا ام ندى، انما لو كان الخط عندك كان سليم والكلام كان بتاعك واضح كنت هاخد منك رؤيتين وممكن ثلاثه. اولا موضوع الشيخ الشعراوي ده، انت تحبين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، موضوع الجامع نوع من انواع البركه في حياتك. الشيخ الشعراوي لما ذكر في اخر المنام كان عنده صفه الرحمه، كان عنده سعة الصدر للآخرين، كان يحتوي كثير من الناس، والله ربنا أعطاه أجر وأعطاه ثواب ويدل على صلاح وعلى تقوى هذا الإمام العظيم، والله أعلم يا أم ندى. معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. حضرتك بس أقول لك رؤية واحدة صغيرة. اتفضل يا محمد. أنا كنت واقف، حلمت يعني أنا كنت واقف في مكان أنا واحد قريبي. نعم. قريب مننا فرح. تمام. واحنا واقفين فتعدت علينا تاني عروسه برضه فرح جاي تاني، فزميلي قال لي يلا نروح نمشي ورا العروسه دي علشان ده يعني فقيره وبتاع ما حدش ماشي وراها كتير يعني جميلهم يعني. تمام. فجينا نمشي وراهم فوقيناهم سبقوا ومشوا بعيد بعيد ما لحقناهمش، راح فقلنا نرجع، واحنا راجعين ببص على الجلابيه اللي انا لابسها لقيتها معفصه طين وساخه كده ومش نظيفه خالص، وبص على رجليا لقيت نفسي حافي مش لابس حاجة في رجليا، فقلت بقى مش إشكال هنرجع، أما هنرجع بقى أنضف عن الجلابية وكده، وأنا راجع قلت أنا هروح أتكلم بالتليفون، أتصل بالتليفون، ده كان قدامي تليفون اللي هو بتاع زمان اللي هو بيسقط فيه العملة ده، ده اللي كان قدامي، فقلت أنا عايز أتصل بالتليفون معيش عملة، فببص كده قدامي التليفون فيه سلم لقيت عليه عملة اللي هي الشلينات بتاع زمان وقطع وليت عليهم معاهم جنبهم حاجات تانية يعني حاجة كده مربعة ذهب وجنبهم زي عملة برضه ذهب تاني، فأنا خدتهم حطيتهم في جيبي وجيت أتصل بالتليفون لقيته بايظ بس كده. أنت غير متزوج يا محمد؟ نعم. غير متزوج؟ لا متزوج. أمورك معقدة غير ميسرة في الحياة؟ يعني خلفه بس فيها مشاكل. ما هي معقدة، ما هو يعني مش مش بتكلم، هنتكلم حتى لو امر واحد. حبيبي الغالي يعني حاول انك انت تواظب على قراءة آية الكرسي، والله اعلم. معانا نادية، اتفضلي يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. ربنا يبارك لك ويطول في عمرك أستاذة نادية. الله يخليك، عندي بس حلمتي ويا بيه. اتفضلي تؤمري أمر. الله يخليك. الحلم الاولاني اختي حلمت ان هي بتحط روج. تمام. وانا قلت لها خفيه شويه. تمام. وبعدين في واحد اداها علبه صغيره كده فتحتها لقيت فيها اكل وكلته. تمام. بس هي مش فاكره الاكل ده ايه. تمام. ده الحلم الاولاني. يا ناديه. ايوه. موضوع الروج ربنا هيجمل لها الحياه. ولكن لما تقول انك انت خفيه شويه ده اختك دي عاوزه نصيحه في بعض الامور. الحي اللي عملتها بعد كده موضوع الطعام او الاكل دي ربنا حديها امر من الامور سيسعدها في الايام القادمه، والله اعلم. والرؤيه الثانيه ناديه. طيب الحلم الثاني بقى انا حلمت خير يا رب لما جعله خير ان انا طالعه سلم، السلم ده عالي جدا يا شيخ. نعم. بس السلم كانت الاضاءه فيه ضعيفه. تمام. بس طلعت لحد الاخر، اول ما طلعت لحد اخره لقيت انوار كثيره جدا، لقيته يعني السلم منور كده وجميل. بس شكرا. ده ربنا راضي عنك يا ناديه رضاء طيب ورضاء جميل وعظيم، عليك انك انت تستمر في طاعه رب العالمين، والله اعلم. معنا منى، تفضلي يا منى. ايوه مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منى. انا عندي حلمين صغيرين قوي، كل حلم كلمه.
اول حلم حلمت ماما متوفيه، حلمت ان انا باكلها عسل. بتوكلها عسل؟ اه باكل ماما الميته عسل، ده الحلم الاولاني. ده حياتك هتكون اجمل من العسل، بس انت عانيتي من ايذاء شديد جدا يا منى، اه ده حقيقي. وعانيتي من بلاء شديد جدا يا منى، ولكن اه ده ربنا حقيقي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان ربنا هيجعل لك من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج، ربنا هيفرج لك الهموم وهييسر لك الامور، فلا تقلقي ولا تنزعجي على المستقبل، وامك في مكانه عظيمه جدا والله اعلم. قول الرؤيه الثانيه يا منى. طب الحلم الثاني، نعم الحلم الثاني وقت حلمت التلفزيون ان يا انا منى، وقت حققت التوقيت. التلفزيون الحلم ده من منى، وقت التلفزيون. ايوه حاضر. حلمت ان انا قاعده في التابوت، بس الحلم ده من سنين. نعم حلمت ان انا قاعده في التابوت، تابوت كده وانا قاعده فيه تمام ومتربعه زي التابوت بتاع الفراعنه القديم ده. تمام حلمت ان انا قاعده فيه، بس الحلم ده قديم قوي يعني من سنين طويله. ده لما تكون قاعده في التابوت يا منى، ده معناه ممكن انك انت ما عرفاش الامر ده، ان ربنا اعطاك نعمه عظيمه 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 عظيمه، والله اعلم. من معانا؟ اتفضلي يا استاذه منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا رؤيا حضرتك الشيخ. تأمري امر يا منى، اتفضلي. معايا اختي حلمت انها قاعدة تحت شجرة تحت نخلة، ومعها حماتهم وجوزها، ومعاهم واحد تعرفه يعني. فراح هو طوح طوبة على النخلة، فراح البلح كله واقع في حجر أختي. تمام. فبعد كده خدت البلح هي وحطته في حجر حماتها. تمام. وراحت حماتها اديتها بلحتين بس يعني منهم. تمام. بس على كده. أختك اللي وقع عليها البلح التمر ده إن ربنا سيعطيها رزق لن تتوقعه ولن تتخيله أبدا، وسيكون على حين غفلة، والله أعلم. معنا محمد رجب، اتفضل يا محمد. أهلا شيخ. اتفضل حبيبي، وقت التلفزيون يا محمد. أي يا فندم. أي يا فندم، معاك يا شيخ إبراهيم. تأمرنا حبيبي. الوقت أنا كنت حلمت حلم ستك إن أنا كنت في الكعبة، كويس؟ تمام. كنت في الكعبة فوق على الكعبة نفسها، على الكعبة على آخر الكعبة من فوق، وجسمي زي ما يكون عايم كده، والناس من تحت بتطوف. يا محمد يعني أنت كنت أعلى الكعبة، راكب فوق الكعبة. مستند بدراعي الشمال على الكعبة. محمد. مستند على دراعي الشمال الكعبة من فوق خالص، وجسمي زي ما يكون نايم على بطني كده، والناس من تحتية شايفها. تمام، معناه انك انت مش راكب فوق الكعبة. ايوه انا مش راكب، بقول لحضرتك. تمام 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 أيوة تمام الشيخ. تمام. ايوه فندم. كمل. كمل يا محمد. ايوه يا فندم. خلصت كده ولا في تكملة؟ لا تمام كده ان شاء الله. تمام. هفسرك هفسرك يا محمد، قول الحمد لله انك انت ما ركبتش فوق الكعبة يا محمد. ده الركوب فوق الكعبة ده نصيبة. الركوب فوق الكعبة، ولكن مش في كل الرؤى، في معظم الرؤى الركوب فوق الكعبة نصيبة، بلاء، حادثة، تعب، مرض، هم، غم، مشاكل، أشياء كثيرة جدا متعددة في الحياة، الركوب فوق فين؟ فوق الكعبة، والله أعلم. تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سعيد. مرحبا بك الشيخ. الحمد لله يا حبيبي تمام. أنا حضرتك شفت رؤية إن أنا في جنب جامع، فحصل أذان أو تدور العصر في حاجة زي كده يعني. تمام. فدخلت أذنت بصوت جميل جدا يعني، فبصوت الناس داخله، كل الناس جايه داخله بتتفرج عشان تشوف الصوت جميل والصوت حلو ده يعني. تمام. فدخلنا وصلينا، وبعد كده بقول لواحد يوم الصلاه، فانا مش متاخر كده، فانت نمت الصلاه، فصلي انت الصلاه، خلينا نصلي، فاختلفنا على القبله. تمام. انا قلت لهم قبله كده، هم قالوا لا كده، حتى انا ببص قدام يا اخ بيصلي ناحيه القبله، فاقول له حتى اخويا قدامي هو بيصلي تحت الدم. تمام. بس وانت بقى ده ربنا حيمن عليك يا سعيد بالاعتمار الى بيت الله الحرام، ابشر وقول الحمد لله. معانا ام علي، تفضلي يا ام علي. الحمد لله. معانا ام علي، تفضلي يا ام علي. وقت
وطي التلفزيون يا ام علي. الو، شكرا يا ام علي، تواصلي معنا يا ام علي. في حد معنا؟ ماشي، تفضلي يا ام معاذ. ام معاذ، يا ام معاذ، شكرا يا ام معاذ، تواصلي معنا يا ام معاذ. مع كثر المكالمات فالخط بيكون فيه يعني ايه، في ضغط في السيستم، فما يكون المكالمات بتتم يعني. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمد. شكرا. بقول لحضرتك اختي كل يوم، اختي كل يوم تحلم لي حلم، تحلم ان انا وهي ماشيين وحد ينجاها وانا لا، او حد نور لها وانا لا، او مثلا ربنا عربيه هي بصت لقيت نفسها فيها وانا لا، كل يعني بتاع مش عارفه، حاسه انها كده بتحلم لي بحاجات سيئه كل يوم كل يوم. يا ام محمد. نعم. انت امورك معقده 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 معقده. ايوه واكتر من كده كمان. واكتر من كده اقول الصبح معقده 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 معقده. ايوه واكثر يا فضيله الشيخ. اسال الله ان يحفظك يا ام محمد، انت تحملت ما لم تتحمله الجبال كما يقال. انت يا ام محمد تحملت ما لم يتحمله الا القليل من العباد. ايوه صح والله يا فضيله الشيخ. اسال الله ان يحفظك ويصونك ويرعاك، واسال الله ان يخرجك من الهم والغم والنكد ومن المشاكل ومن الضيق يا ام محمد. ولكن أوصيك يا أبو محمد، وأوصي كل إنسان يسمعنا في هذا الوقت، عليك بالاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. اتفضلي يا حجة زينب. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت أول، معي حلمين يا دكتور لو سمحت. تؤمري أمر يا حجة زينب. اول حلم انا حلمت ان السماء مكتوب عليها رب السماوات ومحاطه بالنجوم. تمام. رحت قلت لاخواتي تعالوا اتفرجوا عليها يعني. تمام. فقالوا احنا شفناها قبل كده، ده اول حلم. تمام. الحلم الثاني دقيقه يا حاج زينب، دقيقه يا حاج زينب، انت معاك يا اولاد؟ لا انا مش متزوجه. مش متزوجه. وحجيتي؟ لا. ما قالوا لي حجه زينب ليه في الكنترول؟ لا هم مسمعوني غلط. يا زينب، ده يدلي ان ربنا حيتمل لك امر من الامور وسيكون امرا عظيما. لان انا سالتك انك انت متزوجه، لو انت مش متزوجه، لو انت متزوجه كان سيمن الله عليك بالولد. ولكن كون انت غير متزوجه سيمن الله عليك بالزوج. وهذا الزوج ستكون فيه المصافات الجميله التي تريديها والتي تحبيها. والله اعلم. معنا يا زينب ولا مشيتي؟ لا معاكم الحلم الثاني لو سمحت. قول الحلم الثاني يا زينب. الحلم الثاني انا رحت الجامع شرحت القران، لقيت امراه عجوزه جدا وشعرها ابيض من غير طرحه، وسمحت لها سوره بس مش فاكره سوره الحق او سوره المعارج، بس نص السوره فقط. ورحت قمت من المكان ورحت قلت لا انا بتابع مع الدكتوره اسراء، وانا في الواقع صح بتابع مع الدكتوره اسراء اللي بتسمع لي يعني. فقلت خلاص انا عشان ما تزعلش رحت قوم. انا وقايمه رحت الحمام بتاع الجامع، لقيت مكنسه، مسحت الحمام ومسحت الممر بتاع الجامع كله. وبعد ما خلصت رحت مروح البيت، لقيت حمام يعني في البتر حمام كثير خالص ولونه ابيض بكحلي. ولقيت وبس مش عارفه مسكت واحد او اثنين يعني، بس الحلم خلص على كده. يا زينب سنك كام سنة يا زينب؟ تمام، سنة كام سنة؟ أيوة 23 يا زينب. أسأل الله أن ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك. المنام يبين أن ربنا سبحانه وتعالى يبينك أنت إنسان طيبة جدا، طيبة جدا لأبعد الحدود. موضوع أنك أنت تكوني متواجدة في المسجد تمسح المسجد، وموضوع الحمام يدل على نقاء وصفاء وطهارة القلب، وأنت إنسانة مسالمة. ربنا يسعد يا زينب اللي حيكون من نصيبك. المرأة العجوز دنيا قادمة ليكي، ولكن حيكون فيها نوع من أنواع النكد يا زينب عشان هي عجوز.
موضوع سورة المعارج ده يدل على ان ربنا هيمن عليك بالعلم والفهم والمعرفة، وان شاء الله ربنا هيمن عليك بالمعرفة في حفظ القرآن، والله اعلم. محمد معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي محمد. كل سنة وحضرتك طيب والأسرة بخير ان شاء الله. صحة وسلامة حبيبي الغالي، انت وجميع الأمة العربية والإسلامية. والله الحلم دي مش ليا انا. تمام. زوجتي هي اللي حلمت به. اتفضل. الكلام دي من حوالي 3 أسابيع، بس أنا الآن من الحلم ده، وهي كانت لسه والدة بقالها أسبوع. تمام. شافت تعبانين نزلوا من السقف عليها. تعبان تمام. كبير وتعبان صغير. تمام. والتعبان الكبير لف على وسطها على بطنها كده بقى في حالة يعني لدرجة الخنق. والتعبان الصغير في الأرض. تمام. وشايفاني وانا واقف في حاله ذهول مش عارف اعمل ايه، حتى ما تملكت نفسي مثلا وقدرت اتغلب على التعبان الكبير، مسكته من راسه وخرجته بره الشقه، وهي مسكت التعبان الصغير برضه خرجته بره الشقه. تمام. ده اللي حصل بالظبط. ربنا سيحفظك من الاعداء والحاقدين، الزوجه ربنا سيحفظها من الاعداء والحاقدين والحاسدين، وسيحفظها الله من بلاء شديد ومن بلاء عظيم جدا، فقول الحمد لله. الحمد لله. تمرنا أمر حبيبي الغالي. معنا مروة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله يا مروة تمام. ممكن أقول حلمين صغيرين؟ تمري أمر يا مروة. أختي حلمت إن إحنا وأخواتها الأربعة، إحنا أربعة، 2 صبيان واثنين بنات. تمام. ولاد رجل أعمال حسن راتب صاحب قناة المحور. حسن راتب، نعم. ولقيت أخويا الأصغر منها سايق العربي، سوق العربية بتاعت حسن راتب، وحسن راتب كان قاعد جنبه على الكرسي. تمام. اتفضل. أول أولا كلمة حسن وراتب ده يدل على أخوك، يدل على تحسين وعلى ترتيب وعلى تجميد الأمور. لما يكون قاعد جنب حسن راتب في السيارة، هذا لست مجاملة في العربية أو في أي مكان، ما سيارة، هذا يعني لست مجاملة إلى أحد ولا نفاق إلى أحد ولا نريد أحد ولا نريد أن نبغي شيئا من أحد. يدل أن هذا الرجل حسن راتب اللي هو رئيس إدارة قناة المحور هو إنسان يتمتع بصفة التواضع، ليس إنسان متكبر أو متعالي، والله أعلم. طب معنى إن إحنا أولاده كلنا في الحلم معناها حاجة؟ معناه إن ربنا هيرتب لكم كل الأمور في الأمور في الحياة. تأمرين أمر، معنا عادل؟ أنا لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز في رؤيتين كده. اتفضل يا عادل. اتفضل حبيبي. الرؤية الأولانية أختي قعدت مع مرت أخويا. فقلت لها المدام انت ما سمعتيش المدام حامل، دي الرؤيه الاولانيه. لا قول تاني يا عادل. بالنسبه لاختي قعدت مع مرت اخويا. تمام. فقلت لها انت ما سمعتيش المدام بتاعت اخويا دي حامل. تمام. والرؤيه الثانيه؟ لا. ماشي. يعني واحده قالت لواحده ما سمحتيش ان زوجة اخويا حامل. اختي ومرت اخويا. مش مهم اختك، ولا اهم حاجه مين اللي هي هتطلع حامل او هي حامل مين؟ المدام بتاعتي. تمام. بس كده، هي المدام بتاعتك، هي مضمون المنام. هي معاك اولاد يا عادل؟ لا لسه متجوزين، لينا شهرين ثلاثه يعني. ابشر واقول الحمد لله، سيمن الله على زوجتك بالحمل. اختك وزوجة اختك ده ما لهمش تأويل خالص على الاطلاق. تمام. طب الرؤية الثانية معلش يا شيخ. اتفضل حبيبي. الله يبارك فيك. حلمت ان انا بدرس في الازهر وجسمي كله عريان للطلبة. انت شغال ايه؟ شغال انت؟ مدرس. مدرس؟ وكنت عريان خالص، وبعد كده طلعت اخذت عباية ولبستها، والعباية دي كانت لقيتها في سر الزبالة او حاجة كده. والعباءه دي كانت موجوده في البيت عندي يعني. يعني انت القيت العباءه في سله الزباله. شلتها ولبستها عشان اداري نفسي واوصل نفسي، ودخلت تاني في التدريس. انا مستغرب كيف يعني واقف عريان خالص. يا عادل. انت من الله جل وعلا عليك صفات اعطاها الله الى الاولياء والى الصالحين والعارفين، لان موضوع انك كنت تكون عريان في المنام ده كلمة العريدة، ده محتاج حلقة كاملة. وكلمة العريدة لي قصة جميلة عظيمة مع ابن سيرين أشهر مفسر أحلام، ومع حسن البصري العالم الجليل الزاهد الصفي النقي الورع، ولكن عشان وقت الحلقة مش هنستطيع نذكر هذه القصة. فأنت من الله عليك ببعض الصفات الجميلة، هذه رؤية جميلة
ليس فيها القبح وليس فيها شيء سيء ليك يا عادل، والله أعلم. معنا أم أحمد. ألو. أيوة يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت معايا رؤية بس كده صغيرة. اتفضلي. حلمت إن أنا كنت أنا وجوزي داخلين عند سلفتي، هي والدة، وأنا برن الجرس ففتحت لي، فأنا دخلت لقيتها واقفة مشغلة مزيكا وبترقص. مين اللي مشغل مزيكا ويرقص يا أم أحمد؟ سلفتي اللي هي والدة. اللي هي والدة حالين. هي متعادل من المشاكل في الحقيقة؟ بس كده كملي. نعم؟ كملي بس وقت التلفزيون يا أم أحمد. ماشي خلاص وطيته. وبعد كده دخلت فبقول لها دي كانت هي يعني لمؤاخذة كده لابسة قصير، فأنا بقول لها اداري خش جوه اداري لأن أبو أحمد جاي اللي هو زوجنا علشان هيخش يشوف البيبي. تمام. فبتقول لي ماشي، فهي بقول لها خش خش عشان هو جاي، هو بقى وانا بقول لها خش وهو داخل. فاحنا دخلنا وقعدنا، قعدنا في اوضه، فالاوضه دي وفي بنات كده، دي البنات دي هي موجوده هناك عند سلفتي، بس هم هي ما لهاش علاقه بيهم خالص نهائي. فانا بستغرب وبستعجب، بقول دي ازاي جاب اتلم ده على ده او جاب ده، او هي اما قال لي جابهم هنا وكده. فانا دي رحت بقى، احنا بنبص، احنا قاعدين انا وزوجي، فبنبص على الحيطان لقيناها مشرخه جامد قوي. فانا بقول لزوجي بص، بقول له شوف الحيطان مشرخه ازاي، ومن تحت كده مقشره الدهان مقشر ومجرح. فبيقول لي لا ده ولسه، ده لسه كمان، ده لسه لما هتتشرخ وهتوسع، ده لسه على المدى الطويل هتوسع وهتكبر اكتر وهتتهد فوقيهم. هو الجدار ده اللي هو رحت قايله له يا ام احمد. نعم. عشان الجدار ده في الشقه بتاع سلفتيك ولا في شقتك انت؟ لا شقه سلفتي برضه. كملي. في شقه سلفتي. تمام كملي. فبعد كده فجوزي هيعطي نقطة للبنوتة المولودة 5000 جنيه. تمام. فأنا بقول إيه 5000 كويس، هيقدر يجيب بيهم السبوع عشان هو معوش فلوس. ولا هو مش هيعمل سبوع. فأنا بصيت على يميني وأنا قاعدة لقيت مكان كده موجود فيه بهايم، البهايم دي في وسطيهم عجل كبير جدا وضخم، يعني مش ضخم قوي، يعني اللي هو على الدبح على طول يعني، واسود. فانا بعمل له ازاي، بقول له هو العجل ده اللي موقف اللي هو هيعمل بيه العقيقه؟ بيقول لي مش عارف. بقول له لا شكله هو اللي هيعمل بيه العقيقه. وهي هي الرؤيه اللي قلت عليها كلمتين بس يا ام احمد دي؟ نعم. هي الرؤيه اللي قلت عليها ان هي كلمتين بس قصيره؟ هفسرك يا ام احمد، اسمعيني من التلفزيون. ده هي الرؤيه في حاجتين بالنسبه لسلفتك، حاجات كثيره هي اصلا تحتاج يعني تفسيرات كثيره جدا. موضوع انك انت بتقولي اداري من زوجي ويعني بحيث هي كانت مكشوفه او ما شابه ذلك، ده لا تفسير، ولكن تفسيرها لا يجوز ذكرها على الهواء. انما في البدايه وموضوع الجدار ده مشاكل شديده، بل المشاكل حزيت شويه. اسال الله ان ربنا يحفظها وان ربنا يزول عنها المشاكل والنكد. في الاخر موضوع البقره ده خير عظيم جدا لك انت يا ام احمد، والله اعلم. معنا خالد. ام خالد. السلام عليكم. نحن اسفين جدا يا ام خالد، طولنا عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا 3 رؤيات بس صغيرين. هناخد رؤيه يا ام خالد، عشان انت ممكن تقول رؤيه كلمتين تقول لك ربع ساعه تحكي في الرؤيه يا ام خالد. لا لا لا. اتفضلي. اول امبارح كنت نايمه فلقيتني في طريق زراعي كبير في الارض بتاع ابويا. تمام. وشايله جيت لقيت انجر يعني زي المندقه بتاع زمان. تمام. ولقيتني شايله الكسوه بتاع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. الله اكبر. والكسوه دي طويله طويله، وانا كل ما اسال الاقيها تقيل عليا، اقول لبيك يا ابراهيم لبيك يا اسماعيل، الاقيها خفت معايا ومشت ورايا. تمام. ورحت لسه الانجر دي ده في الكسوه. نعم. لفت الانجر ده في الكسوه، وكل ما لها تقيل اقول لبيك يا ابراهيم لبيك يا اسماعيل، ابص على كل حاجه خفيفه عليا والحمل يبقى خفيف والكسوه طويله قوي وخضراء،
جبت صحيت ورحت نايمه لقيتني في الكعبه. دقيقه واحده. ايوه. اولا نوع من انواع الطاعه لله رب العالمين لك. الشيء الثاني ربنا هيجعل ولد من اولادك سيكون له شان طيب وشان جميل وعظيم جدا لن تصدقيه ولن تتخيليه ابدا في حياتك. الشيء الثالث ربنا حمن عليك بالاعتمار الى بيت الله الحرام. اتفضلي كملي يا رب. كملي يا ام خالد. كان الرؤيه دي كان قبل الفجر، بعد الفجر بعد ما صليت وجيت نمت لقيتني انا في الكعبه، ولقيتني انا قاعده في الكعبه بس الكعبه قدامي مش بلف حواليها، انا قاعده فيها. لقيت واحده ميته اسمها دنيا فقدامي، فبتلف فبقول لها ادعي ادعي لاحمد ان ربنا يعوض عليه. قالت لي هو انت ما راكش لاحمد؟ ما هو ربنا عطاله بس. وعماله تلف وتشرب بقى في الميه من بنتها، كل ما تلف حواليا كده وانا في الكعبه اقول لها ادعي لابني. وانا في الحقيقه ما ليش اولاد يعني، بس الولد دي ده ابن اختي واني اللي واخداه ومربياه. شوفي يا ام خالد، ايوه، موضوع ان هو اللي ميته اسمها دنيا ده انت خسرت خسران عظيم في الحياه، وفي حاجه فارقتك، يعني واحد ممكن يكون مات لك او ما شابه ذلك وهو عزيز جدا 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 في حياتك. ايوه. او في بعض الامور انت كنت تريديها في الحياه ولكن لم تتحقق لك، وهذه امور عظيمه بالنسبه لك انت، ولكن ربنا سيرضيك وسيعطيك، وربنا حيجعل هذا الخير العظيم جدا في احمد. احمد ده سيكون حظه في الحياه عظيم جدا، والله اعلم. اتفضلي يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هبه. عندي حلمين يا فضيله الشيخ. اتفضلي قولي الاول يا هبه. انا حلمت ان انا قاعده مع اختي وكانه امي قاعده معايا، هي امي متوفيه. نعم. وانا عماله اكلم في اختي فحسيت ان امي اتضايقت من كلامي او حاجه، وزي ما اكون عايزه تقوم تضربني. تمام. وبعد كده شفت ان انا ماشيه معاها انا وهي في طريق، وبعدين عدت علينا ستتين، يعني واحده بتاعت 10 سنين كده وواحده ست عادي يعني. ووالدتي علقت على واحده فيهم بس مش فاكره على الكبيره ولا الصغيره. وبعدين بسالها يعني احنا رايحين فين او حاجه زي كده، بتقول معزومه على شاي عند حد، قالت اسم حد يعني، هي معزومه على شاي عنده يعني. مين المعزوم؟ الام ولا والدتي؟ على قيد الحياه؟ لا متوفيه. تمام كملي. بس هي الرؤيه بس في موضوع الام، الام في مكانه طيبه مكانه جميله، فلا تقلقي ولا تنزعجي عليها، ولكن فكري في امورك انت والله اعلم. معنا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن صديق البرنامج، بنجدد سعادتنا بعلم حضرتك. ربنا يبارك لك حبيبي الغالي. يا رب، وندعو الله جميعا كده ان يزيدك رب العالمين من علمه وفضله عليك يا رب. اللهم امين اللهم امين. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤيه الاولانيه حضرتك، انا ان شاء الله باذن الله عازم الامر ان شاء الله اني اغير عتبه الدار. غير لا لا دقيقه واحده. اتفضل. هتغير عتبه الدار يعني هنتزوج يعني؟ لا، هغير انا وزوجتي، هنغير عتبه الدار يعني هننتقل لدار اخر ان شاء الله. اقول كده سكن ثاني. سكن ثاني ان شاء الله. كلمه هتغير عتبه الدار، خلي بالك معناها انك انت هتتزوج واحده غير مراتك. ده انا ام جبريل عشت عمري كله. ربنا يبارك لك فيها. بس ونعم الصاحبه ونعم الصاحبه ونعم الصاحبه. بس هو ام جبريل جنبي، ام جبريل جنبي. اما عشان كده ما انا بقول لك عشان كده. اتفضل حبيبي. فان شاء الله عازمين الامر نغير السكن انا وزوجتي ام جبريل ان شاء الله. اتفضل. اللهم لك الحمد والشكر. في المنام شاهدت ان انا واقف امام عماره جديده. تمام. وحامل على ظهري طفل، بس حاسس ان هو حمل غير طيب. تمام. فرميته من على ظهري بكل ما اوتيت من قوه امام باب العماره الجديده دي. وشاهدت فيه سائق راكب عربيه اللي هي هوندا اسمه خالد. تمام. موجود جوه العربيه. تمام. دي الرؤيه، ده الرؤيه الاولانيه ان شاء الله. اولا موضوع انتقال البيت، موضوع العماره، ربنا هيجعلك تنتقل من مكان الى مكان ومن مرحله الى مرحله، وتغيير امور عظيم جدا فيه ليك. اسال الله ان يكون تغيير الامور لك ولام
جبريل معاك وجميع الأسرة إن شاء الله. فاصل ونكمل رؤية إن شاء الله، رؤية الأخ عبد الرحمن. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع رؤية عبد الرحمن الأخ المحترم. موضوع العمارة ذكرناه، تغيير بعض الأمور، موضوع الطفل الثقيل. يا عبد الرحمن ربنا حيحفظك من هم ثقيل ومن نكث ثقيل ومن بلاء عظيم جدا، فقول الحمد لله. بس ربنا حيجعل حظك في الحياة طيب، كلمة خالد، وربنا حيجعل لك راحة وسعادة وسرور وأمن وأمان واستقرار وراحة البال لك في الأيام القادمة يا عبد الرحمن، والله أعلم. في حد معنا؟ اتفضلي يا أم أحمد. أم أحمد؟ أيوة. اتفضلي، ارفع الصوت شوية. أيوة عم الشيخ. اتفضلي. معك ممكن حضرتك تستحملني شوية؟ استحملك براحتك يا أم أحمد، معاك 5 دقايق في الحلقة، خدها كلها يا أم أحمد. الله يخليك يا عم الشيخ. بص والله يا عم الشيخ، هو أبويا كان تعبان شوية. نعم. بس بعد كده فأنا عملت استخارة، كنا دا يعني دايبين العلاج، وعملت استخارة إن يعني العلاج هيجيبنا فيه ده ولا لأ. فشوف حلم إن هو قاعد تعبان كده وحاسس بطنه منفوخة. تمام. فأنا هنقول هو عشان كل كتير فبطنه منفوخة، عشان هو يعني واخد برد. وفي نفس الحلم برضه شفت أمي اللبن يعني مسخنينه من بدري، فعامل وشة، فشميل اللبن عشان توجع الوشة منه في الأرض. تمام. فأنا قلت لها لا، ما توجعش الوشة في الأرض، يعني صفيهم بالمصفاية. فبعدين أنا صفيت شوية لبن كتير برضه بالمصفاية اللي أنا قلت لها صفي بيها، ومرات أخويا حطت لأخويا ليمون مخلل وفي زي ما يكون دقة حمرا دي. تمام. هيقولها الليمون ده مش زي اللي عملتيه في الاول. قالت لي يعني ايه الاختلاف بينهم؟ نعم. يا ام احمد، يا ام احمد، هو والدك معاني من اي تعب؟ يعني يا دكتور عنده تليف في الرئتين وفي ورم في المريء. ربنا يحفظه ويصونه. هو العيب مش في العلاج. اه يا دكتور. ولا العيب مش في الطبيب، العيب في والدك. لان في امور هو معملها غلط في الامور الطبيه، يعني مثلا في نظامه في العلاج، في نظامه في ارشادات الطبيب، هو مخالف في حاجات معينه، في امور معينه تحتاج معاه الى ترتيب والى تعديل والى توجيه. انما موضوع العلاج، هو العلاج سليم، الطبيب سليم، العيب في والدك. اسال الله جل وعلا ان يكتب له الشفاء عاجلا ليس اجلا، والله اعلم. شكرا لك يا ام احمد، وان شاء الله حنتواصل معكم كما يعني تعودنا معكم يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، فانتظرونا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.